وكل الأشخاص يلي بينترونا كل يوم وبينتروا لعبة اليومية لحتى يشوفوا حظهم مع الأرقام ومع الربح. منبلش مثل العادة مع أول شبكة، ولكن قبل بدنا نرحب بعضو لجنة الرقابة ومندوب وزارة المالية والليلة موجود معنا سيزار عيسى. أهلا وسهلا فيك سيزار. بونسوار. صرنا زمان ما شفناك معنا باستديوهاتنا، والليلة إن شاء الله على وجهك يكون في عنا عدد كتير كبير من الرابحين إن شاء الله. ومثل العادة منبلش مع أول شبكة وأول سحب اليومية ثلاثة. لكل الأشخاص اللي منمرين اليومية ثلاثة لليلة بنقول لهم جود لاك، حضروا شبكاتكم أو السلولار إذا متكسين على الأبليكيشن الجديدة، وبنشوف أنا وياكم شو هن الأرقام يلي رح تختارهم المكنة مباشرة على الهواء من استديوهاتنا. بقد ما الأرقام بلشوا يبينوا، أول طابة رقم 2، طابة الثانية رقم 8، والطابة الثالثة رقم 3 2 8 3، أرقام يومية 3 لليلة. إن شاء الله تكونوا كتار منمرين هول الأرقام. إذا كنتوا مختارينهم بالدور، القيمة اللي دفعتوها بتضربوها ب 400 مرة، وإذا كنتوا مختارينهم حيلا، القيمة اللي دفعتوها بتضربوها ب 70 مرة، وهيك أنتم بتعرفوا قد إيه بتربحوا مع لليبانيز دي جو مصاري. هلا أنا وياكم ننتقل لشبكة اليومية 4. عن جديد المكنة رح ترجع تخلط الطابات مثل ما لازم لتختار 4 طابات جديد، وأول طابة رقمها 4، طابة الثانية كمان 4، طابة الثالثة كمان 4، والطابة الرابعة 0. 4 4 4 0، أرقام يومية 4 لليلة. إذا كنتوا مختارين هول الأرقام ألف مبروك لإلكن. لتعرفوا قد بتربحوا معنا مصاري، أكيد أكيد حسب القيمة يلي أنتوا دافعينها. إذا بالدور المبلغ يلي دفعتوا 500 ألف 1005 2000 2005 أو 3000 ليرة حسب أنتوا قد إيه قررتوا تدفعوا، القيمة يلي دفعتوا بتضربوها ب 4000 مرة. نفس الشيء بالحيلا، القيمة يلي دفعتوها هالمرة بتضربوها ب 150 مرة. هلا أنا وياكم ننتقل لآخر شبكة سحب اليومية 5. خمس طابات جديد رح تختارن المكنة من بعد ما تخلطن، ومنبلش مع أول طابة رقم 1، طابة الثانية 6، طابة الثالثة رقم 8، الطابة ما قبل الأخيرة بتحمل رقم 1، والطابة الأخيرة رقم 2. وهيك المكنة بتكون اختارت كل الطابات لسحب يومية 3 4 و 5. أما بما يختص يومية 5، الأرقام صاروا قدامكم على الشاشة 1 6 8 1 2، هول هن الأرقام الرابحة. إذا كنتم مختارينهم القيمة اللي دفعتوها بالدور بتضربوها ب 40000 مرة، وإذا كنتم مختارينهم حيلا، القيمة يلي دفعتوها بتضربوها ب 350 مرة لتعرفوا أكيد قد إيه ربحانين مصاري مع اليومية. هلا بنرجع لعند أستاذ سيزار، لو سمحت تأكد لنا من الأرقام الرابحة تفضل. أكيد. سحب يومية رقم 554 بتاريخ 26/3/2018. الرقم الربحان ليومية 3 هو 283. يومية 4 الرقم الربحان هو 4440. ويومية 5 الرقم الربحان هو 1 6 8 1 2. شكرا لك سيزار، اكيد بعد شوي بنرجع نلتقي انا وياك وكل المشاهدين معهم على ال بي سي اي والال دي سي بسحوبات جديده لللوتو وزيد. الف مبروك لكل الاشخاص اللي ربحوا معنا بسحب الليله باليوميه 3 4 و 5، لكل الاشخاص اللي ما زبطت معهم واللي معودين انه ينمروا مع اليوميه اكيد بقول لهم انه بكره بيتجدد موعدنا بنفس الوقت على ال بي 2. باي باي.